7/1999. فطبعا الظروف اللي صارت والاوضاع السياسيه 28/9 صارت الانتفاضه عند بيت ايل وقبر يوسف في غزه وهين وهين، فالظروف اللي صارت سياسيا سكرت الطرق كليتها، فجمد المشروع لغايه الان. مطعم وكوفي شوب يعني شيء مرتب، بس حاليا بالوضع الحالي ما راح نلحق قبل العيد، بدنا نعمل شيء زي وجبات سريعه، اراجيل،